الدرس الثالث، القانون الأول لنيوتن. فكر، تصور قطارا يتحرك بين القدس ويافا بسرعة 80 كيلومتر في الساعة، وفجأة شاهد السائق شاحنة متوقفة على سكة الحديد، فاستعمل الفرامل في محاولة لإيقاف القطار حتى لا يصطدم الشاحنة، ولأن الفرامل تسبب تسارعا معاكسا لاتجاه السرعة، تباطأ القطار إلى أن توقف قبل أن يصطدم بالشاحنة مسافة قصيرة. ماذا تتوقع أن يحدث لو كانت سرعة القطار 100 كيلومتر في الساعة؟ أتوقع حدوث تصادم. نشاط 1، حالة الحركية تتغير. المواد والأدوات: كتاب وكرة وطاولة خشبية ملساء. خطوات العمل: 1، ضع الكرة والكتاب على سطح الطاولة واتركهما لفترة من الزمن. هل يتحرك أي منهما من تلقاء نفسه؟ لا. 2، أثر بقوة دفع على الكتاب، ماذا تلاحظ أنه تحرك؟ 3، أثر بقوة سحب على الكتاب، ماذا تلاحظ أنه تحرك؟ 4، ما الذي يجب أن تفعله حتى تتحرك الكرة؟ راقب حركة الكرة. راقب حركة الكرة أن أؤثر عليها بقوة. 5، فكر ونفذ، كيف يمكن زيادة سرعة كرة متحركة على سطح الطاولة أن أؤثر عليها بقوة تزيد سرعتها؟ كيف يمكنك إنقاص سرعة الكرة أثناء تحركها على سطح الطاولة أن أؤثر عليها بقوة تقلل من سرعتها؟ ما الذي تفعله حتى تغير اتجاه حركة الكرة أثناء تحركها أن أؤثر عليها بقوة تميل بزاوية عن اتجاه حركتها؟ نشاط 2، القصور الذاتي للأجسام. المواد والأدوات: سيارة لعبة أطفال وحجر صغير وكتاب. خطوات العمل: 1، ضع الحجر على سطح السيارة. 2، اجعل السيارة تسير مسافة ما حتى تصطدم بالكتاب الموضوع أمامها، فسر مشاهداتك. ينص القانون الأول لنيوتن على: يبقى الجسم على حالته من حيث السكون أو الحركة ما لم تؤثر فيه قوة محصلة تغير من مقدار سرعته أو اتجاهها أو كليهما، وبسبب عجز الجسم عن تغيير حالته الحركية من تلقاء نفسه وممانعته لأي مؤثر خارجي، سمي بقانون القصور الذاتي. فكر، حدث تصادم بين سيارتين من النوع نفسه كما في الشكل المجاور. إذا علمت أن ركاب السيارة القادمة من الجهة اليمين كانوا يضعون أحزمة الأمان، بينما ركاب السيارة الجهة الأخرى كانوا لا يضعونها، ماذا تتوقع أن يكون أثر التصادم على كل من ركاب السيارتين؟ يكون أثر التصادم أكبر على الركاب الذين لا يضعون أحزمة الأمان.